فبعد ما طلع عشان يروح يكلم طاقم السفينة انصدم، والشي هذا اللي هو الفضيحة اللي ما حد عرفها عن سفينة تايتانيك نهائيا. السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا أنت من محبين هذه الأشياء لا تنسى تسوي سبسكرايب وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وهم بعد لا تنسون تشوفوا المقطع للنهاية لأن في فيلم متأكد راح يعجبكم. فاليوم قصتنا مثل ما قريتوا بعنوان الفيديو راح نتكلم عن قارق سفينة التايتانيك. بتقولون زين شنو الشيء الجديد اللي أنت راح تجيبه؟ مو إحنا سامعين القصة من زمان وشايفين الفيلم من زمان. فاللي بقوله لكم مثل ما أنتم تعرفون أنا إذا جبت لكم موضوع مطروح من زمان وفي ناس واجد متكلمة فيه لازم أجيب لكم شيء جديد يخص الموضوع وتقريبا ما نتكلم عنه. فاليوم راح نتكلم عن اول واخر شخص نجا من غرق التايتانيك يكون عربي. في ناس واجد نجوا بس هذا اول واخر شخص عربي وما تسلط عليه الضوء وما حد تكلم عنه، وهالشخص العربي اللي يتكلم عن الاشياء اللي تصدم اللي صارت بالتايتانيك لما هي قاعد تغرق وما حد يدري عنها. اول شيء خلونا نبدا بتعريف على سفينه التايتانيك لان في ناس ممكن ما تعرف. سفينه التايتانيك كانت اكبر واعظم سفينه صنعها الانسان بهذاك الوقت لانها كانت حيل كبيره، وكانت اول رحله سووها للتايتانيك 10 ابريل 1912، وهي تعتبر اول واخر رحله. كانت السفره من لندن الى نيويورك وتعبر فيه المحيط الأطلسي، وبعد 4 أيام من انطلاقها للرحلة يعني تاريخ 14 أبريل 1912 اصطدمت بجبل جليدي واللي كانوا على متن الباخرة بهذاك الوقت 2223 شخص، وتخيلوا اللي نجا منهم فقط 706 أشخاص، يعني 1517 شخص ماتوا، اللي مات غرقان واللي مات من البرد، كل واحد مات بطريقة. بهذاك اليوم أحسه يوم أسود عليهم. وطبعا السبب الرئيسي لارتفاع عدد الضحايا بسبب أن الباخرة ما كان عندها قوارب نجاة تكفي العدد اللي موجودين بالباخرة، وطبعا بهذاك الوقت أغلب الضحايا كانوا رجال لأن كانوا يعطون الأولوية للنساء والأطفال بأنهم يركبون قوارب النجاة. هذه معلومات أغلبنا نعرفها. الحين ندخل بالموضوع اللي إحنا نبيه اللي هو أول وآخر شخص نجا من غرق التايتانيك يكون عربي، واللي أساسا ما تسلط عليه الضوء وفي ناس واجد ما تعرفه مع أن حادثة مثل التايتانيك وشخص عربي. بس الغريب بالموضوع ما حد سلط الضوء عليه، بس أنا الحين راح أسلط الضوء عليه وراح أتكلم عن كل شيء يخص هذا الشخص. هذا الشخص اسمه حمد حسام. حمد حسام وصفوه بأنه كان وسيم وشعره أسود وعيونه زرق وكان طويل البنية. فحمد حسام كان بالطابق الأول اللي معروف انه كان حق الطبقة الارستقراطية، فالناس اللي بهالطبق هذا كانوا يطلعون فيه بنظرة الاعجاب بحكم ملابسه الشرقية، انه ما كان نفس ملابسهم، كان ملابسه شرقية اكثر عربية، فكان بالنسبة لهم مثير للاهتمام. انزين ايش جابه للتايتانيك؟ هنري هاربر كان عضو في ادارة دار النشر الشهيرة اللي اسمها الاخوة هاربر للنشر. فهنري كان هو وزوجته راكبين التايتانيك، فالسفينة التي لا تغرق اللي هي التايتانيك مثل ما وصفوها كانت حديث الكل بالعالم، والكل يتمنى يركبها لان بهذاك الوقت كانت اكبر سفينة بالعالم. فكانت فرصة ما تعوض على حمد حساب لما عرض عليه هنري انه يركب معاه السفينة اللي تعتبر الرحلة التاريخية. فوافق حمد حساب اكيد وبدون تردد في هذه الرحلة التاريخية الى نيويورك. فلما هنري عرض هذه الرحلة على حمد حساب بس يبي يرد للجميل على كرم الضيافة اللي قدمها حمد حقه لما زار هنري مصر. حمد حساب بهذاك الوقت كان عمره 27 سنة، فبهذاك الوقت حمد حساب كان العربي الوحيد اللي موجود بالدرجة الاولى. بس هو مو العربي الوحيد اللي كان موجود بالسفينة لانه تقريبا كان في 300 شخص عربي، منهم مصريين ومنهم لبنانيين، كانوا موجودين بالطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الخاصة بالفقراء، بس حمد حساب كان بالدرجة الأولى مع الأغنياء ورجال الأعمال لأنه كان مع هنري. الأشخاص اللي كانوا موجودين بالطبقة الأولى كلهم كانوا أغنياء، ومثل ما قلت لكم حمد حساب كان لابس اللبس العربي الشرقي وكان شكله غريب عليهم، فكانوا يسمونه العربي الغامض لأنهم عرفوا هذا الشيء من ملامحه، وبالذات أنه طول الوقت كان قاعد وساكت ما يتكلم. فانطلقت فيهم الرحلة والكل مستانس، واللي يغني والناس اللي قاعد تمشي على سطح السفينة الكل مستمتع، واستمر الحال هذا لمدة 4 أيام. في اليوم الرابع من انطلاق رحلة التايتانيك وتحديدا كان الفجر اصطدمت التايتانيك بجبل جليدي. بعد اصطدامها بالجبل الجليدي سبب لها ثقب، وبدأ الماء يدخل من هذا الثقب اللي يسموه الثقب القاتل إلى داخل هيكل السفينة، وهني بدأت التايتانيك تغرق. وبهذاك الوقت هنري وزوجته كانوا نايمين ما يدرون عن ولا شيء ولا حسوا بشيء، بس حمد حساب بهذاك الوقت كان قاعد ومو نايم وكان يحس بالسفينة وهي قاعد تغرق بالبطيء. فهني حس إن في شيء مو طبيعي قاعد يصير، فقرر حمد حساب إنه يطلع يشوف شو السالفة شنو صاير. يروح حق طاقم السفينة يسألهم شو اللي صاير، ايش فيها السفينة مو طبيعية صايرة. فبعد ما طلع عشان يروح يكلم طاقم السفينة انصدم، والشي هذا اللي هو الفضيحة اللي ما حد عرفها عن سفينة التايتانيك نهائيا. طاقم السفينة كانوا يذبحون الطبقة الثالثة اللي هم طبقة الفقراء ويحذفونهم بالبحر. هذا الشي شافه حمد حساب بعينه، يقول بهذاك الوقت وانا اشوف هذا الشي اللي قاعد يصير انا مصدوم انه ليش قاعد يذبحونهم، انا لحد الحين ما ادري ان غرقان السفينة وما ادري ان صار في ثقب السفينة، بس اللي قاعد اشوفه انه قاعد يذبحون الطبقة الثالثة ويحذفونهم. فقال بعدين استوعبت ان طاقم السفينة
السفينة كانوا يذبحون هذول الناس اللي من الدرجة الثالثة، لأنهم أول الناس حسوا بالاصطدام وحسوا بالسفينة إنها قاعد تغرق، لأنهم بالطبقة اللي تحت، أما اللي بالطبقة الثانية والطبقة الأولى بعيدين عن الاصطدام يعني ما حسوا فيه. فهني اللي بالطبقة الثالثة طلعوا قاعد يمشون بسطح السفينة ويصرخون، فعلشان شيء طاقم السفينة كان يذبحهم ويقطهم علشان ما يسببون حالة من الهلع اللي هو الخوف، لأن بالشيء اللي هم قاعد يسوونه راح يصير فيه اصطدام، في ناس راح تطيح، في ناس راح تموت. فقالوا طاقم السفينة إحنا نسهل على نفسنا ونذبحهم ونقطهم علشان وبالمرة قوارب النجاة تكون كافية حقنا وحق الناس الثانيين اللي هم من الطبقة الثانية والأولى، يعني الطبقة الثالثة ما اعتبروهم إنسان أبدا. فبهذا الوقت عرف حمد حساب إن السفينة قاعد تغرق، فراح بسرعة حق هنري وزوجته وقومهم من النوم، قالوا يلا امشوا خلينا نحاش السفينة قاعد تغرق. فخذاهم بسرعة وراحوا حق قوارب النجاة قبل الناس كلهم، لأن السفينة لحد الحين بداية غرقها، فالناس ما كانت حاسة، بس حمد حساب من الناس الأوائل اللي حسوا. فعشان كذي بسرعة ركبوا قوارب النجاة عشان يحاشون قبل لا يصير التصادم والناس والتزاحم. فبعد ما ركبوا قوارب النجاة هم الثلاثة بروحهم انحاشوا قاعدين يشوفون السفينة وهي قاعد تغرق بالبطيء، يعني لحسن حظ هنري وزوجته انه كان معاهم حمد حساب، لان بهذاك الوقت هو اللي كان قاعد، ولو انه مو جايب رفقتهم كان ما قومهم. فسبحان الله شوفوا شلون صارت. فني الله سبحانه وتعالى كتب حق حمد حساب انه يكون هو العربي الاول والاخير اللي نجا من غرق التايتانيك اللي يسمونها الكارثه التاريخيه، ولكن عائلته ما شافوه الا بعد مرور 3 سنوات. فحمد حساب قبل ما يروح هذه الرحله كان توه متزوج زوجته فاطمه، فبعدها زوجته فاطمه حملت، ولما سافر حمد حساب كانت زوجته حامل بالشهر الثاني. فتخيلوا زوجته فاطمه ولدت وزوجها مو بجنبها وما تدري عنه ولا شيء، وطبعا بهذاك الوقت ما كان في اتصال او سوشيال ميديا نقدر نتواصل واتساب او اي شيء ثاني، فما كانوا يدرون اذا هو كان عايش ولا ميت. فولدت زوجته فاطمه والطفل صار عمره 3 سنين، وفجاه بيوم من الايام كان يدخل عليهم حمد اللي صار لهم 3 سنين ما يدرون عنه ولا شيء، بس اكيد وصلتهم اخبار السفينه اللي غرقت اللي هي التايتانيك اللي كان فيها حمد حساب، فقالوا يمكن مات. ما كانوا يدرون انه هو اول من ركب قوارب النجاه وهو العربي الوحيد اللي نجا. الحين اغلبكم بيعرف شنو صار بال3 سنين هذه. اللي كاتب القصه هذه يقولون هال3 سنين اللي مرت بحياه حمد حساب يقولون انها كانت غامضه، ما حد يعرف عنها ولا شيء حتى عائلته، او حتى ما يدرون وين كان بالضبط. قبل يرجع حمد حساب حق مصر ارسل برقيه يعني رساله حق اهله علشان يقول لهم انا بخير واللي معي بخير، وكان هذا الخبر الوحيد اللي عرفته عائلته عنه بهال3 سنين، وهالرساله اللي طمنتهم انه ما غرق ومات. طبعا الرساله وصلت متاخر، اكيد بالبدايه ظنوا انه مات. عائله حمد حساب يقولون ظلت حالته النفسيه جدا سيئه بسبب الشيء اللي شافه، حادثه الغرق المخيفه اللي شافها اثرت حيل على نفسيته، بالذات لما قاعد يقول الضحايا اللي كنت اشوفهم يموتون، وقعد 10 سنوات بعد هالحادثه هذه ما ركب ولا سفينه، يخاف من السفر عبر السفن. وسبحان الله الله كتب حق حمد حساب عمر طويل، وصل عمره اكثر من 100 سنه، توفى على سريره وفاه طبيعيه. ومثل ما قلت لكم قصه حمد حساب ما انعرفت بالاعلام ولا في اي شخص تكلم عنه، الا ان في صحفيه اسمها ياسمين سعد كانت حيل فضوليه ودها تعرف من الضحايا العرب اللي كانوا بسفينه التايتانيك، وبعد ما عرفتهم عرفت حمد حساب انه كان واحد من الاشخاص العرب اللي كانوا بالسفينه. فكانت كل المعلومات اللي معروفه عن حمد حساب انه هو الناجي العربي الوحيد من غرق التايتانيك، بس ما في لا صور ولا معلومات ولا شيء. تخيلوا ان كانت حتى اسمه ما تعرفه، يعني المعلومات اللي كانت مكتوبه انه هو الناجي العربي الوحيد ولا صور ولا معلومات ولا اسمه، وقعدت تبحث بحث طويل لمده 2 سنين عشان بس تجيب اسمه، وفعلا عرفت اسمه. فالخطوه الثانيه اللي سويتها بحثت عن عائلته، لان اكيد هو معلم عائلته كل شيء اللي صار. فبعد ما بحثت لقيت بيت العائله ولقيت احفاده، طبعا احفاده سمعوا القصه من ابنائه وابناء سمعوا القصه منه، فاكيد احفاده يعرفون القصه كامله. فقعدت معاهم وسمعت القصه كامله اللي انا الحين قلت لكم اياها، وبكذي عرفنا قصه الناجي العربي الوحيد. طبعا العرب كلهم اللي كانوا موجودين على متن السفينه كلهم ماتوا اما بالغرق او باطلاق نار. حمد حساب قال ان في عرب كانوا موجودين بالسفينه، شباب عرب صغار عمرهم تقريبا توهم يكملون ال20، في منهم عزاب مو متزوجين ما شافوا الحياه، يقول كنت اشوفهم هم يبكون لانهم عارفين نهايتهم قربت وهم ما شافوا الحياه، وماتوا وطاحوا بقاع المحيط وانسوا، ما حد يذكرهم ولا احد يذكر ولا شيء عنهم ولا احد يعرف قصتهم ابدا. فانا شخصيا كحمد حساب دام اني عشت هالقصه هذه لازم اقولها حق الناس. واما الاحصائيات اللي تذكر كم كان عربي على متن السفينه تقول ما بين 200 الى 300 عربي، ومثل ما قلت لكم الجنسيه اللبنانيه والجنسيه المصريه، بس هذا الشيء الوحيد اللي يذكرهم، ما لهم صور ما لهم قصص ما لهم ولا شيء. وبالنسبه حق الوثائقيات اللي سووها عن التايتانيك والاشياء اللي سووها عن التايتانيك واجد من فيلم ومن وثائقيات من اشياء واجد، ما انذكر فيها ولا عربي، حتى حمد حساب ما انذكر، الا اللي نشوفها مشهد واحد مدته ثواني فيلم التايتانيك يبين انه كان فيه عرب بالسفينه، والمشهد اللي هي مره تقول حق زوجها يلا يلا وزوجها يرد عليها بس خليني اشوف لك، وكان ماسك بايده خريطه السفينه عشان يعرفون وين المخارج، بس هذا المشهد ابو ثواني اللي موجود بالفيلم. يلا يلا بلجة. بس خليني اشوفها بس.
زين انا شخصيا اشوف ان حمد حساب من الشخصيات اللي المفروض تنحط بالفيلم، يعني جد من الشخصيات الاساسيه بعد، لانه هو الناجي العربي الوحيد. وغير هذا هو يا هنري وزوجته اول من ركب غوارب النجاة ونحاشه، هذا بحد ذاته قصه. بس شكله روز وجاك اهم بواجد، هذا اللي كانوا موجودين اساسا بالسفينه بهذاك الوقت. وطبعا اذا بعطيكم فيلم ما في افضل من فيلم تايتانيك اللي تتكلم عن القصه كامله. راح تشوفون اوكي في احداث راح تشوفونها ممكن تكون واقعيه، وفي احداث واشياء حطوها مو واقعيه. ما اتذكر اذا حطوا لقطات القتل انه يقتلون من الطبقه الثالثه او لا. فبس اذا عجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، وتشوف اخر مقطعين اللي هو هذا وهذا، لان متاكد راح يعجبكم. يعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.